موفد التلفزيون المصري يوسف عابدين أجرى لقاء مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، حيث أكد الوزير على ضرورة الوصول لالتزامات حقيقية تدعم الدول النامية والاقتصادات الناشئة على تنفيذ التحول العادل للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة. ونحن في فعاليات القمة الدولية، قمة المناخ كوب 27، وبعد الافتتاح الرسمي ضمن فعاليات الشق الرئاسي لهذه القمة، وبعد كلمات السادة الحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوفه الكرام وضيوف مصر الكرام، يسعدنا في هذا الإطار أن نتحاور مع الدكتور السيد القصير وزير الزراعة المصري. دكتور سيد، نرحب بك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري. أهلا وسهلا. بداية، الرسائل التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة المناخ كوب 27، كيف تابعت وكيف رأيت هذه الرسائل الموجهة لقادة العالم أجمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني الأول يعني أشيد بالتنظيم الهائل للدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ كوب 27، وحضور عدد من زعماء ويعني أمراء الدول يزيد عن 120 رئيس وقائد دولة. فخمس سيد رئيس افتتح الجلسة الرئاسية الافتتاحية برسائل عديدة. يمكن سيادة الرئيس ركز على يعني أهمية التحول الآن وأهمية التزام الدول بالوفاء بتعهداتها، خاصة الدول المتقدمة وشركاء التنمية الكبار. سيادة الرئيس أكد مرة أخرى على يعني أن الوقت حان، لابد أن نتحرك الآن حتى لا تتأثر الأجيال القادمة. فخامة الرئيس يعني ركز أكثر من مرة على أهمية دعم الدول الإفريقية، خاصة أن مساهمة الدول الإفريقية مساهمة محدودة في الانبعاثات الكربونية، لكنها تتحمل تبعات كتيرة وتتحمل مخاطر التغيرات المناخية. فخامة الرئيس أكد على وضرب مثل بكثير من الكوارث التي تعرضت لها الدول سواء المتقدمة أو النامية في الفترات الأخيرة، ومن هنا لابد أن يلمس الجميع أهمية الالتزام العاجل وتنفيذ التعهدات. فخامة السيد الرئيس أكد أيضا على هذه القمة سميت بقمة التنفيذ، وبالتالي أن نتحول من التعهدات إلى الالتزامات. رسائل كثيرة وجهها فخامة السيد الرئيس في هذه الجلسة الافتتاحية، أعتقد إنها أعطت انطباع ولدى يعني زعماء العالم الحاضرين بقوة في هذه الجلسة وفي هذا المؤتمر. أعتقد إن شاء الله نتمنى أن تكون المناقشات وجلسات التفاوض والحلقات النقاشية والدوائر المستديمة، هنصل إن شاء الله إلى يعني التزامات حقيقية على أرض الواقع تدعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تنفيذ التحول العادل للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين الشعوب من توفير الغذاء للشعوب في الوقت الحالي. أعتقد أن زي ما حضرتك شفت الأزمات المتعددة، سواء من جائحة كورونا أو من الحرب الروسية أو الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية اللي أصبحت أمر واقع، أثرت على محور الطاقة، محور المياه، محور الأمن الغذائي. فأعتقد كلها محاور كتيرة، ويعني الجلسات و المناقشات والحوارات أعتقد إن شاء الله ستنتهي إلى نتائج جيدة. نأمل إن شاء الله أن العالم يتحرك، أن العالم ينفذ التزامات، أن تكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات حتى تستفيد الدول النامية والدول الإفريقية على وجه التحديد، ومصر من ضمن الدول اللي مساهمتها لا تكاد يعني بتتحور حول 0.5%. أعتقد أن مساهمة ضعيفة جدا زيها زي الدول الإفريقية، لكن ينبغي أن تكون هناك مساهمات ملموسة تقدر تساعد الدول على أنها تستفيد منه وتنفذ برامج التكيف والتخفيف، اللي نقدر أن احنا ننفذ وننتقل من الظروف اللي احنا فيها إلى اقتصاديات خضراء تستطيع أن تفي باحتياجات الشعوب. مشاهدينا، كان هذا اللقاء مع معالي وزير الزراعة الدكتور سيد القصير، الذي تحدث فيه عن دور الدولة المصرية فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ من خلال المبادرات والنموذج الذي نعيش فيه على أرض مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. التكاتف من الجميع، من الأفراد والمنظمات والحكومات، أمر أصبح واجبا وحتميا لمواجهة التغير المناخي. شكرا لكم.